خليني اخذ كمان مكالمه اهلا وسهلا اخت رواء انت معنا على الهواء تفضلي سلام ونعمة المسيح تملأ قلوبكم اخ نزار اهلا وسهلا اخت رواء سؤالي هل يدعو المسيح الى العنف؟ طبعا لا عندي بعض الاسئله حابه اسالها للضيف اللي عندكم اريد ان اتعلم منكم أين توجد البراهين أن المسيح يدعو إلى العنف؟ السؤال الثاني أين ما يؤيد في الإنجيل الدعوة إلى الخصام، الحسد، الغيرة، التحزب، الانقسام؟ السؤال الثالث متى انتشرت المسيحية؟ السؤال الرابع هل يوجد في تعاليم المسيح ما يدعو إلى العنف في هذه المواقف التالية؟ الخصام بين الزوج والزوجة، الثورات الشعبية ضد الحكام، الأصدقاء في الأماكن العامة، وشكرا. واو. شكرا جزيلا وانا بتمنى يعني كل واحد بيشاهد هذه الحلقه يجيب على هذه الاسئله المهمه. شكرا جزيلا اختي.